في بداية الصباح تبدأ عملها البطولة، تشم هنا وهناك بالمليمتر وفي كل زاوية. The rat becoming the super animal which can save our life. تأخذ نقاط على كل مهمة، لما تنجح يتم تكريمها بما تهواه، وإذا فشلت تنفجر القنبلة وتحدث الكارثة. على بالي بلي كامل تشوفوا في هذا الحيوان تقولوا شو هو هذا، كاين اللي يقتلوا، كاين اللي يشوفوا يضربوا بحجرة، لكن هذا الحيوان يستاهل جائزة نوبل أصدقائي. إذا حابين تعرفوا القصة تاعو كملوا الفيديو للآخر. عبر العالم كاين بزاف حروب، وكل مره نسمعوا انه حرب انطلقت في مكان ما، وبعض الاستراتيجيات اللي يستعملوها في الحرب واللي تبقى مده طويله هي اللاند ماينز اللي يغرسوها تحت الارض، وبعض الدول لما تخسر ما تحبش تمد مخططات للدول الاخرى، فهنا راح يكونوا حوادث في المستقبل ويموتوا هذوك السكان، وكاين اللي يطيروا اعضاء من جسمه. فالانسان وصل بتفكيره انه يستثمر في هذا الحيوان، يخليه هو ينقب على هذا اللاند ماينز ويعاونه باش يحافظ على حياه الناس وما يعرضهمش خطر الالغام. خلينا نتعرفوا على الهيرو رادز. هذا المشروع متواجد على أراضي تنزانيا، بالضبط في مدينة موروغورو. راه 6:30 صباحا الآن عم بداو يحملوا في الجردان في هذه الشاحنة باش ياخذوهم للأرض اللي يدربوا فيها وين يشموا لاند مايلز. عطينا الأسماء شغل تنزانية، فاليري، غرانولا، واحد سموغلان، واحد كاشمير، واحد سواهيرا. حجم تاعهم جاي كبير، ماشي كي الجردان العادية هذيك الصغيرة. اوكي، والان رانا داخلين ترينينغ فيلد. هي هذه كامل جامع يونيفرسيتي يقراو فيها على الحيوانات كاملين، كاين الجمل، كاين الابقار، كاين بزاف حيوانات يقراو عليهم هنا، يقراو على التصرفات تاعهم ويطوروهم والجينات وهذ الاشياء كامله. والان المغامره راح تبدا. My name is Jared Mkumba. I'm a training coordinator. Training these giant forged rats to detect a landmine which saves human lives. What do you do here? We are taking weight of the rats. Every morning? Every morning. فيكو الصباح يحسبوا الوزن تاعهم شحال عبر هذه الآلة، يديروا غصن تاع الشجرة ويعلقوها ويحطوهم. هذا وزنه 1.3 كيلو. يوزنوا؟ This project started with the idea from a guy known as Bart Wijens, who is a Belgian guy, to find an animal which can help and save life in a very low cost and which will not cause danger to people who are using the animal. Training starts when the rats are at least 4 weeks from their born, and we take a rat from the wild, we trap them, and then we cap. From there, the babies are the one we start training them. From there, we start teaching them to communication, which using clicker that the rat has to follow the sound of a clicker, because the rat, you can't command the rat, even it can't call by its name. So from socialization, then the rat will start sniffing a chemical compound, which is found in a landmine, we call it TNT. These are TX, so this is for early training. Those rats which are not yet in actual landmines. And this we do from the office here. This is just a transition from office to here. From this stage, then they go for the landmines. شوف اللي جايين بالاحمر بوزيتيف في وسط تي ان تي، وجايين بالزرق اللي هي نيجاتيف، يعني ما فيهم والو. So we put other odors to confuse the rat, not just everything they have to pick up from the soil. No, they have to go for the smell of TNT only. يخليو الفار ما يمشيش بالمظهر، يعني يكون يشوف هذه ما يهزهاش، لا لازم يشم، شوف في وسط تي ان تي. From there he has to come to the field now to start detecting the actual landmine buried in the soil. كيفاش يقوم هذا الجرد بالمهمه تاعو؟ يعينو هنايا مستطيل طويل، عنده الترقيمات تاعو، عنده الطول تاعو بالسنتيمتر، كاين شخص من هناك وشخص من هنا، ويربطوهم بحبل. الحبل هذاك علاش؟ باش الفأر لما ينقب ولا لما يشم على لاند مايز يمشي بطريق مستقيم، ومن بعد يمشي بخطوه هكا، ومن بعد يزيدوا خطوه هكا، حتى ما يخلي ولا سنتيمتر مربع في هذا المكان. لازم يشمها كامل باش يتاكد انه ما كانش هنا متفجرات ولا الغام. خلينا نشوفوا التطبيق كيف يكون احد الفئران في ساحه الالغام، وين المعلمين جالسين والجرد كذلك. خطوة بخطوة ينطلق في البحث عن الألغام باستعمال حاسة الشم الخارقة اللي عنده، يربطوه ويوجهوه في خطوط مستقيمة، وكل هذا حتى لا يترك أي مساحة دون مسح. أتم المستقيم الأول، الآن لازم ينتقل بخطوة أخرى حتى يشمها كلها. مرات يتوقف الجرد حتى ينظف نفسه، إنهم الحيوانات اللي ما تحبش لما يكون جسمها متسخ. بعدها يكمل، ومعلميه واقفين في انتظار اكتشافه للغم، وفجأة
يضغط المعلم على الزر يعلن إيجاد متفجرات. هنا حان وقت إهداء بعض الموز. كتشجيع ليه حتى يعرف أنه قام بالمهمة بطريقة صحيحة. فهاد الصاني تشوفوا فيه يحطوا التيم تاع هنايا، يعرف باللي في هذا الخط كاين ألغام. مثلا مكتوب واحد هنا على بعد واحد متر، فالفار نقولوا مثلا بالك يتعود يشوف هذا الساينز، كل مره امامهم يلقى واحد يقول خلاص نولي نتبع الساينز ونحوس امامهم. قال لي انه الفئران يشوفوش في النهار، في البصر تاعهم ضعيف بزاف وما يشوفوا في الليل اكثر، فما يقدرش يعرف بهذه الطريقه. كي تشوفوا هذا اللون معناها كاينه حاجه بصح ماهيش لغم، يعني يحاولوا انهم يكلحوه باش ماشي ديما كيما يشوف ساين معناها كاينه حاجه. We normally put the filters from the car, oil filter, diesel, but also we can put a piece of saw, maybe a piece of wood, plastic, we fill soil, many different kind of materials we buy that the rat will not follow, may ignore. في هذا الحقل يتم العمل بجهد حتى يعلموا ويصدروا أمهر جردان حتى تقوم مهمتها بأكمل وجه. فمثلا كان فيه جرد اسمه ماغاوا قدم عطاء لمدة 5 سنوات كاملة في دولة كامبوديا، قدر يكتشف عدد كبير من الألغام وحافظ على حياة الكثير من الناس. So they work here almost 1 month or 4 weeks. From this stage then they will go for the advanced or final stage where they will do internal accreditation. If the rat pass then is ready to be exported to a landmine country. So this is advanced stage. In this stage, the box here are 20 by 5, but they have a limit number of landmines because this stage now prepare the rat just to be ready to go for operations. Why? Because we need the rat to work in the area, not to think of every short distance he has to detect and to get a reward. So maybe in a box, you can find only 2 mines. Or one, or there's no mine, but the rat has to pass. Because in a really operation, the rat might work in an area in a day without finding any mine. So it has to be used before. Look, this is not mine. We call it dummy. There's a complication. So no mine here, but this one is a mine. This is a mine. Did you found this one? Yeah, we found. شوف الان راهم يركبوا فيه واحد جديد. واش بدنا ما فيه؟ عمره تقريبا 3 سنين. ينطلق أمبيني في امتحانه الأخير قبل ما يبدأ مهامه النبيلة عبر العالم. نديروا له الوقت نشوفوا في كم المدة راح يكمل. يمكن هذا الجرد الخارق البحث في منطقة بحجم ملعب تنس في مدة 30 دقيقة، في حين يمكن أن يستغرق مزيل الألغام البشري بجهاز الكشف عن المعادن ما يصل إلى 4 أيام كاملة. والفئران معروفة بحاسة شم متطورة للغاية وذكي وسهل التدريب، وزنه خفيف يساعده على تجنب انفجار الألغام تحته، وسهل أنه يتدرب على يد أكثر من مدرب. ووو لقاها. نجح أومبيني والآن حان وقت الموز. إذن أومبيني كمل الامتحان تاعه في حوالي 10 دقائق، لقى 3 قنابل هنايا وجاب 10/10 تنقيط، يعني فات الامتحان الأخير بنجاح. الآن يقدروا يصدروه للدول اللي فيها ألغام باش يروحوا ينقبوا ويبداوا العمل تاعهم. The train, how long does it take for them? From beginning yes up to the last advanced level it took almost 9 months. 9 months yeah مدة طويلة أصدقائي صح؟ شغل 9 شهور ولا 8 شهور هو يتدرب باش يتعرف على هاد الحاجات. The rats which are very sharp well took only 6 months. كي عود الفار ذكي وقوي 6 شهور يكفيه باش يكمل هذا الامتحان. تخيل نفسك في مكان شخص مقيم في بلد تندلع في حرب اللي ما عنده بها حتى صلة، يتم صنع الألغام في كل مكان حولك وتسبب لك في بتر لإحدى قدميك، بعدها يأتي بطل خارق يتشكل في فأر كبير مدرب على إنقاذ حياة الآخرين، يقوم بمهمته ويصفي المكان من الألغام وترجع الأرض صالحة للزراعة والاستعمال كما كانت عليه من قبل، ترجع الحياة والأمن في قلوب الناس من فكرة بسيطة إلى أثر كبير. شو شك شو يجري وراي بين شغل القط like a cat. إذا عجبتكم هذه القصة شاركوها مع أصدقائكم، ما تنسوا تدعموا القناة بالنشر والتعليقات. شوفوكم في فيديو واحد آخر. Peace.